2030 مع كلمة جديدة، كلمة choose. سوف نتعلم أهم استخداماتها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى نبدأ وتصلك جميع الدروس بالمستقبل أيضا. إذن كلمة choose تأتي بمعنى اختار، أراد، قرر، رغب أو فضل. choose. خلنا نأخذ المثال الأول ونحفظ هذه العبارة بالكامل بطريقة الحفظ بالجمل، ونكتبها في كراسنا ونكررها بصوت عالي 5 مرات لكل عبارة. إذا المثال الأول: Women should have the right to choose. Women should have the right to choose. يجب أن يكون للمرأة الحق في الاختيار. Women should have. يجب أن يكون للمرأة the right حق to choose في الاختيار. اقرأ معي الآن: Women should have the right to choose. ممتاز. فنأخذ المثال الثاني: Now it's my turn. الآن حان دوري. My turn دوري. Now it's my turn to choose. To choose للاختيار. Now it's my turn to choose. احفظها كاملة. Now it's my turn to choose. ممتاز. أهم مرادفات كلمة choose: select اختار، want أراد، want، decide قرر، decide، prefer فضل، prefer. هذه أهم مرادفات كلمة choose، حاول أن تحفظها جيدا. أما الآن ضع كلمة choose في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق. كلمة choose ضعها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو. شكرا لك على المتابعة. انتظرنا بالحلقة القادمة 139 مع كلمة مهمة جديدة، كلمة church. سوف نشرحها في التفصيل. انتظرونا قريبا. إلى اللقاء.